بسم الله الرحمن الرحيم. الـ pre-prosthetic surgical concentration، احيانا يجيني البيشنت الميوكوزا مالته الدنشر فاونديشن الرج بها في المشكلة، فاني احاول احل هذه المشكلة مالتي سواء كانت نون سيرجيكال او سيرجيكال حلول يعني، او قد تكون كومباينيشن باي بوث، نفس البيشنت اسوي له بروستيك او نون سيرجيكال وسيرجيكال بروسيجرز. بالنسبة للنون سيرجيكال بروسيجر اسهل طريقة عندي انه اسوي ريست للدنشر سبورتنج تشو. شلون اسوي للريست؟ اني انزع للدنشر، بيشنت تلبس الدنشر مالتك الى حد ما الميوكوزا تصير ريست والمشكلة تنتهي عندك، حتى اضمن البيشنت ما يلبس الدنشر مالته اخذه ما انطهيه. ممكن اني اسوي له اخلي سوفت لايننج ماتيريال بالفيتنج سيرفيس مالت الدنشر. هذه الطريقة راح تساعد لي هواي انه التشو يطلع يصير بي ريباوند، يصير هيلينج ويرجع لحالته الاصلية. وممكن ايضا احسن الهيلينج مالته، اعلم البيشنت شلون يسوي مساج باصابعه على الميوكوزا، خصوصا اللي صار بها انفلاميشن او اديما وصار بها سوالينج كبرانه، فاعلمه شلون يسوي مساج باصبعه، او اكو فرج اسنان الظهر مالتها يكون بها مكان مات مساج تستولي الميوكوزا. هاي كلها تحفز البلد سيركوليشن بهاي المنطقة، فتحفز فتسرع الهيلينج بروسس. زين، ثاني شغلة لما يجي البيشنت عنده مشكلة بالفيرتيكال دايمنشن، صار عنده مشاكل، انا الدنشر ماتي ممكن مجرد انه انا اخلي له ريلايننج او استعمل الانترم، يعني اسوي الريلايننج مؤقت له، مثلا استعمل سوفت لاينر او استعمل التشو كونديشنر. زين، فاي ريلايننج للدنشر راح يزيد لي الفيرتيكال دايمنشن، فاني من يزيد الفيرتيكال دايمنشن اشوف اتشيك الفيشل سبورت الفيشل اكسبريشن مالته، فادها هذا الريلايننج لو يحتاج بعد زياده اكثر بالفيرتيكال دايمنشن. زين، فساعدني انه اقدر كميه التعديل بالفيرتيكال دايمنشن على مود، وبنفس الوقت انا مخليت لهذه ريلايننج ماتيريال مثلا قلنا يعني تشو كونديشنر او سوفت لاينر، راح اذا عندي فد مشكله بالسوفت تشو بالميوكوزا باقيه هم راح تساعد لي بالهيلينج مالتها. الطريقه الثالثه انه اهتم بالنترشن، جود نترشن. اكثر اللي يجونا اولد ايج عندهم مشاكل مالت المال نترشن، فيتامين بي ديفيشنسي، ايرن ديفيشنسي. زين، هاي المشاكل عندهم ممكن هم النترشن مالتهم باد نترشن، ممكن الابزوربشن عندهم عندهم مشاكل بالجي اي تي هي اللي سببت لي هذه الديفيشنسي اللي عندهم. فاني احاول انه يعني اشجع البيشنت انه ياخذ جود نترشن على مود جود هيلث للميوكوزا مالته. زين، اذا شفت هذه الحلول مالتي ما فادتني الجأ الى انه اسوي سيرجيكال تكنيك، سيرجيكال كوركشن. المشاكل اللي هي تعيق لي ما يقدر البيشنت يلبس الدنشر الا هذه الحالات تروح من عنده. مثلا اللي اقول بها unfavorable morphological variation، اكو فد الميوكوزا سطح الميوكوزا او الدنشر بيرنج ارياز بها فد زيادة عظمية، بها فد resorption اكثر من المنطقة الثانية، بها يعني بون اكزوستوسس زيادة عظمية، فكلها هذه تحتاج انه اعدل، لازم اشيم عندها يلا يقدر البيشنت يلبس دنشر. او ممكن لا، هو عنده دنشر ولابس دنشر والفت الدنشر لابسه فترة طويلة، راح يأثر لي على الميوكوزا، يزيد الريزوبشن، يزيد عندي مشاكل ثانية. فممكن انا يعني هاي المشاكل اضطرتني انه اسوي لها سيرجري. بس انا لما اجي اصفن لها عموما اي فد شيء ينحل بالطرق الغير سيرجيكال يكون اسهل لي بهوايه، واخلي هو الفيرس تشويس. مثلا اغير البروستيك تكنيك، مثلا استعمل المواد اللي يعني استعملها بالامبريشن وغيرها بالدنشر. زين، احاول كلها هذه الاوبشنز الجأ لها حتى ابتعد عن خيار السيرجري. والسيرجري قبل ما اجي اني يعني اسويها الكي كونسيدريشن انه اشوف اذا الجود بروستودونتيك بروجنوسيس والريزلت، يعني اذا هذه السيرجري اللي راح اسويها تنطيني فد نتيجه حلوه بعدين بالدنشر مالتي او لا.
عندي سيرجيكال جايد او اسميه سيرجيكال تمبلت. زين احنا خصوصا اذا واحد ما عنده اكسبيرينس ما نعرف ايش قد لازم نقص من البون. اذا عندي فد بون انا مقرره هذه فد اندر كات هنا فد بون اكزوستوسس واريد اشيل من عنده كمبتدئين ما نعرف ايش قد راح نشيل. فالطريقه اللي تسهل لي هوايه وكونزرفاتيف اكثر بالشغل واسرع اللي يهمنا بالشغل انه اسوي سيرجيكال جايد. يعني الجايد جايد الي يوجهني خلال السيرجري. هذا شلون اسوي؟ انا عندي ماستر كاست ما اخذته للبيشنت اسوي عليه دوبليكيشن لان الماستر كاست ما اريد اخسره، فاسوي دوبليكيشن ماستر كاست ثاني ويشبهه بالضبط. هذا الماستر كاست اقعد اني اشوف وين البون الزايد اللي اريد اقصه، وين راح احتاج اعدلها. زين يعني اسوي ريكونتورينج تعديل على الكاست. ليش هذه الخطوة؟ لأنه مهما يكن الكاست قدام عيني، مو مثل الميوكوزا. الميوكوزا بيشنت ماوث اكو تانج واكو تشيك واكو اكو ناس عندهم ليميتد ماوث اوبننج، اكو سلايفا، اكو بلاد، ما راح اقدر بيوم العملية اشوف كل شيء واضح قدامي. بس اذا انا مسوية كل شيء مرتبته على الكاست راح يكون الشغل هواي اسهل عندي. رتبت الكاست سويت له ريكونتورينج اسوي فوقه السيرجيكال جايد. سيرجيكال جايد غالبا يسوونه اما كلير اكريليك او يسوونه بالفاكيوم تكنيك، طريقه الفاكيوم شريحه مالت بلاستيك تتخلى على الكاست وندخلها بالجهاز مالتنا نسميه الايفوميت، يكبسها كبس حراري على الكاست واصير عندي سيرجيكال جايد. هذا يكون تحت ايدي بيوم العمليه، بحيث انا فتحت فلاب للبيشنت قصيت من البون رتبت سويت الاوجمنتيشن اجيب السيرجيكال جايد واخليه على بمكانه ألبسه للبيشنت. هو راح بالشكل تشوفونه يشبه دنتشر بيت شفافه. فخليته على الميوكوزا، المناطق اللي راح يكون ضاغط على الميوكوزا مضغوطه ايش راح يصير بها؟ راح يصير لونها ابيض على بياض مو وردي. فاعرف انه هاي المنطقه بعدها عاليه وضغط على الميوكوزا هاي المنطقه تحتاج انه اسوي ريليف اكثر. اشيل السيرجيكال جايد اشيله واشيل اكثر من الميوكوزا ارتبها وارجع اخلي السيرجيكال جايد بمكانه اشوف اكو منطقة بعد ثانية بها ضغط تحتاج تعديل او لا. زين commonly used prosthetic pre-prosthetic procedures. الموست كومنلي او الشائع، هذا من الطرق الجراحية الشائعة اللي اسويها، عندي الرج الفيولوبلاستي اقص بالرج with او without extraction. حتى مثلا عندي اسوي contouring للنايف ايج، عندي رج شكلها مو ملائم حتى يستقبل دنتشر، مثلا نايف ايج مثلا بها فد ديفورميتي بمنطقه بها ريزوبشن اكثر من المنطقه الثانيه الريجولار شيب. زين فاني ارتبها اسوي ريكونتورينج للرج مالتي. ثاني شيء انترسبتال الفيلوبلاستي، اشيل انترسبتال بون وماكسيلاري تيوبروسيتي ريدكشن لما يصير اوفر جروث بالماكسيلاري تيوبروسيتي وتنقص. ريكونتورينج الباليتال اند لاترال اكزوستوسيس الزوائد العظميه الموجوده. زين مثلا يقول عندي مانديبلر توراي، ماكسيلاري توراي، مايلو هايويد ريج، جينيال تيوبركل. والسيرجيكال بروسيجر قد تكون مو بس بالهارد تشو، ممكن تكون بالسوفت تشو ايضا. مثلا البيشنت عنده اللارجمنت بالسوفت تشو اللي يغطي لي التيوبروسيتي، مثلا الليبيال فرينوم بها مشكله، لينجوال فرينوم بها مشكله، مثلا الريدودنت تشو موجوده. هاي المشاكل الموجوده بالسوفت تشو اسوي لها، يعني اذا ما فادتها حلول انه اشيل الدنتشر ميل بس اخلي سوفت لاينر اسوي مساج، ما فادتني هاي الحلول لازم ارجع اسوي لها سيرجري. اول وحده عندي الرج الفيلوبلاستي وذ اكستراكشن. لما انا اقلع هاي احنا لازم نقرر انه بيوم السيرجري بيوم القلع مالت الاسنان راح احتاج اسوي فد تعديلات بالرج او لا. زين هاي بيوم القلع، مرات يعني بعد القلع لا اقلع واشوف المنطقة اقول هسه ما تحتاج اي تعديلات واسد واكمل. بعدين ورا فترة ما يخلص الهيلينج يجيني البيشنت لا شفت شكل الرج صار بها فد مشكلة احتاج اسوي لها سيرجري، فذاك الوقت اضطر افتح مرة ثانية واسوي السيرجر. حجم الفلاب اللي افتحه يعتمد على حجم البون وحجم ونوعية او طريقة السيرجر اللي انا راح اسويها. عادة الفلاب مالتي اخليه يكون وين المنطقة اللي مقررة اقصها
اخلي الفول ثيكنس فلاب وابيكالي الها انزله اكثر ما ممكن، اسوي ريكونتورينج وحلو للرج. ممكن نستعمل الرونجر، ممكن اجيب هاند بيس وياها بيرات نفس هالبيرات مالت الاكريليك، بس اذا استعملت الهاند بيس لازم اخلي وياها ماي كولينج سيستم حتى ما يسوي اوفر هيتنج للبون، لانه اذا سويت اوفر هيتنج راح يصير عندي، نكروسز بالبون، فاسوي ووتر كولينج زين. وبعدين يتنعم يعني بالفايل، انعم المنطقة فاين تون، اسوي الكونتورينج مالتي للرج وارتبها واسوي الشكل مالتها حلو زي مثل هذا. هذا عندي هذا البون فايل يشبه شكله مثل فورسبس، بس هو هذا بون فايل، الزم اضغط به البون وينكسر يصير بكرشينج تحت ايدي. وشفتوا هذا يسويها بنفس يوم السيرجري، احنا اتفقنا نقدر نسويها بنفس يوم السيرجري او بعدين وراها الفترة. ثاني شغلة عندي الانترسبتال الفيلوبلاستي. الانترسبتال بون هو اللي موجود بين الروتات مالت الاسنان. هذا هذه الطريقة يفضل انه اسويها بيوم القلع مالت التوث. اللي يجيني بيشنت الرج مالتها حلوة، الكونتور الهايت مالتها حلو، لكن بيها عنده اندر كات، خصوصا اللي يبي الاندر كات. فبيوم السيرجري شنو اسوي اني؟ اشيل الانترسبتال بون اقصه. بيش يقصونه؟ نقصه بالبون فايل او نشيله بالبير الى حد ما ينزل للفول ديبث اوف ذا سوكت، مكان القلع مالت الاسنان. بعدين باصبعي اسلط ضغط على الليبيال والبوكال كورتيكال بون، اكسرها تصير كان يسمونها جرين ستيك فراكتشر، نفس هذا اللي يصير عندي بعدهم اولد ايج الكسر مالتهم. اكسر الليبيال والبوكال سيرفيس او كورتيكال بليت مالت البون، اكسرها وتبقى بمكانها، اضغطها تصير الرج مالتي نرو ارفع والاندر كات تختفي من عندي. طبعا انا الفلاب مالتي فول ثيكنس فلاب قلنا افتحه وافتح الكريست على من الكريست ابدي واسوي ريفليكشن واقص واكسر مثل ما قلنا، بعدين ارجع كريستالي اغير ارجع البون مثل ما كان بمكانه زين واخيط عليها. في حاله انه صارت عندي حافات البون خشنه انا امها بالبون فايل زين. والافضل من كل هذا انه استعمل السيرجيكال جايد، هو اللي يعلمني اذا احتاج بعد اشيل او لا، هسه شرحناه قبل شويه زين. و مثل هم تشوفونها بالصوره الانترسبتال بون ده يشيله يكسره ويشيله. Ideally a surgical stent or soft tissue lined immediate denture can be inserted to maintain repositioned bony segment until initial stage of healing have taken place at about 2 weeks. زين يعني اني الافضل بعد ما اسوي هاي العملية ما اخلي البون exposed مات البيشنت، احاول البس عليها اما surgical stent او اخلي immediate denture ويا soft liner يلبسها حتى يحافظ لي على الكونتور اللي انا سويته اثناء السيرجري، ويحافظ لي على مكان العملية ما يصير بيها فد انفكشن او انفلاميشن او اشياء من هذا القبيل. زين ثالث شيء اقدر اسويه هو الادنتشلس ريج الفيلوبلاستي. هاي مثلا عندي النايف ايج ريج، مثلا عندي الكونتور مالتها اندزايربل بيها اندر كات، بيها بون اكزوستوسز او بروميننس زين. اباوح بعيني اسوي بالبيشن بالمكان واحدد المنطقة نهايتها وين راح اقصها، وين راح اصل بالشغل مالتي، طريقة الكونتور اللي احتاجه. اذا كان عندي بالمكسلة والمندبل اكثر من مكان احتاج اسوي لي ريكونتورينج وانتربشن، فش اسوي؟ هذي اسوي السيرجيكال جايد حتى اسهل الموضوع على نفسي واختصر الوقت علي على نفسي هم يعني زين. فقلنا احنا بالسيرجيكال جايد احنا راح نحضر على الكروست، فالبيشنت عنده محضرة كل الكونتورز اللي لازم والتعديلات اللي راح يسويها بالبيشنت مال، وقدام عينه ومحضر عليها السيرجيكال جايد. شلون نبدي؟ نبدي احنا نسوي فول تكنس فلاب وعلى الرج على كريست اوف ذا رج، واسوي ريفليكشن للفلاب مالتي، بعدين استعمل اقدر البون فايل راس برونجر واشيل بها الزيادة.
النوبة بإيدي أسوي بالبيشن أقدر، ممكن أستعمل البير، وقلنا إذا هاند بيسوبر لازم وياها مي على مود ما يصير هي جنريشن. بأصبعي أني أتي بعدين ورا ما أخلص أتلمس المكان، أخاف بيفد شارب إيج، أخاف بيفد مشكلة، وأسوي إريجيشن أغسله وأرجع أخيط السوتشر مالتي، ممكن كونتينيوس أو يعني حسب نوع السوتشر اللي أنا مسويته. زين بعد عندي شي أقدر أسوي، بقول إكسوستوسز لما يكون عندي إكسوستوسز أو توراي، توراس براتيناس، توراس مانديبيولاريس، هذه البوني إكسوستوسز. هي الإكسوستوسز ممكن نشوفها بالبوث أرس، بالمجزلة أو بالماندبل، ممكن هو عندي فتش بالمنتصف البلت مالتي الميوكوزا. فالطريقة أنه أسوي كريستال انسجن، انسجن فول ثيكنس فلاب، وأسوي ريفلكشن الود مالتي الفلاب مالتي يكون أعرض من المنطقة اللي أنا أريد أعدلها، من البون اللي أريد أشيله يكون أعرض من عنده. زين حتى شنو، حتى الفلاب مالتي من أفتحه ينفتح براحتي، مو يصير مشدود قوي ويصعب علي الريموفل. إذا شفته مشدود صاير قليل فتحته ومشدود، ممكن أسوي ريليزنج انسجن نسميه. زين على مود يريح لي، يكون يعني ينطيني سهولة بالشغل أكثر. قلنا أزيد أنا حتى يعني أسوي إكسبوز لتشو أكثر، بامتد برا حافة أبعد من الحافة من البون إكسوستوسز اللي أريد أشيله أنا. زين شلت الفلاب مالتي، سويت الرفلكشن، أجيب البير أو أجيب الأداة اللي أنا راح أشيل بيها البون، وأشيل البون وأكمل النوب، أجيب إيدي أسوي بالبيشن، أحتاج أكون يعني صار كونتور أقتنع بيه بالكونتور، ريكونتورينج مالته لو أحتاج بعد تعديل. زين وأظل إذا احتاجت بعد تعديل أرجع أسوي تعديلات مرة ثانية، وبالبيشن بأصبعي مرة ثانية. زين يقول لك وين؟ When completed the area is irrigated and closed. ورا ما خلصت أسوي irrigation مضبوط وأغسل الأريا. زين هنا أنا عندي هذا على الرج، فتحت فلاب، هذا الكريستال انسجن، يعني أفتح لي الفلاب مالتي على الكريست أوف ذا رج وأسوي لي ريفلكشن، شوف كمية الريفلكشن لحد وين وصلها، يعني بعد الحافة أبعد من الحافة اللي أنا أريد أشيلها. هنا أنا شنو عندي، أنا عندي بون إكزوستوسز مسويت لي أندر كات قوية بهاي المنطقة. زين سويت الفلاب مالتي كشفته، وقلنا اجيب الادوات المناسبه اللي اريد اشيل بها انا البون اكزوستوسس، وكملت بعدين ورا ما اكمل ارجع اخيط على المنطقه واعوفها، انتظر بيشنت يصير عنده هيلينج. زين عندي المجزلري تيوبروسيتي ريدكشن، اللارجمنت بالمجزله صاير بالتيوبروسيتي عندي. المشكلة اللي راح تصير عندي إذا صار عندي enlargement بالتيوبروسيتي، إيش راح يصير posteriorly؟ ماكو انتر arch space كافي بين الأبر واللور دنشر. زين هذه enlargement بالتيوبروسيتي ممكن يكون بالسوفت تشو مالته، ممكن يكون لا osseous، يعني حتى البون صار بي hyperplasia، ممكن اثنيناتهم السوفت تشو والهارد تشو كله صاير بي hyperplasia. زين شلون أنا أحدد وين hyperplasia صايرة بالبون لو بالسوفت تشو بيهم اثنينهم؟ اخذ اشعة اللي هي بانوراميك اكس راي، راح تحدد لي كمية البون النازل، كمية البون السوفت تشو اذا هي زيادة بها او لا، ايش قد كمية البون اللي انا احتاج اشيلها. زين ايضا راح تعطيني فكرة واضحة عن النيوماتايزيشن. النيوماتايزيشن هو كبر حجم المكزيلري ساينس، توسع الماندبيول المكزيلري ساينس، فاشوف المكزيلري ساينس داخل بيها لو لا، حتى اقدر اخاف واني داشيل بالبون ادخل بالساينس مالتي. فالمفروض اني اخذ البانوراما الواضحة واعتمد عليها بالسيرجري مالتي. زين after making sure that all soft tissue is protected instrumentation can start. فتحت الفلاب مالتي اني كريستال انسجن وفضت الفلاب واسويه طويل long beyond the area to be removed. تعلمنا انه ما اخليه قصير بالضبط ويا حافة الشيء اللي انا اريد اشيله وعدله، اخليها ابعد من عدها بمسافة قليلة حتى لما اسوي reflection ما يصير tension مشدود كلش الفلاب، وينطيني فد فيجن قوية واكمل الشغل مالتي اني. زين وبعدين حتى ارجع اخيط الفلاب.
يبقى إذا هو المكسلري صار بين الميوتايزيشن وكبير، فخلال من يعني أشوف الحدود مات السانس وين واصلة، أحاول أقيسها بالمليمات، أعرف إيش قد أحتاج، إيش قد أنا راح أصير، يلا أشيل من البون، يلا أشيل أدخل بالسانس. حتى بيوم السيرجري أنا أكون مأمنة، ما راح أدخل ولا أسوي إكسبوز للسانس. وهاي الصورة هنا أنا عندي، هاي مكزيلاري تيوبروستي صار بها انلارجمنت، فتحت الكريستال انسجن مالتي وجبت الانسجن مالتي اللي اريد. شوف الفلاب مالتي مو هي حافتها، هاي حافة البون التيوبروستي الانلارجمنت، بس انا طلعت قبلها مسافة وبراها مسافة، على مود من سويت ريفلكشن الفلاب مالتي يكون الشغل اسهل. جبت الاداة اللي مقررة انا اشيل بيها التيوبروستي وسويت لها ريدكشن، بعدين رجعت خيطتها وترتبت بهذا الشكل بعد ما كانت كبيرة ونازلة بهذا الشكل. سويت ترتبت وصارت بهذا الشكل وانطتني انتر ارش حلو، اقدر اخلي بيه دنشر. زين نجي على بوني اكزوستوسز اللي تطلع بالماندبل، اللي هي اسميها ماندبلار توراي، او ناس يسمونها توراس ماندبلاريس، ممكن اسميها الماندبلار توراي، ممكن اسميها التوراس ماندبلاريس. يعني هاي اني اضطر اشيلها اذا سويت لي مشكله. بيشنت دنتشلس عنده، او دنتشلس بيشنت عنده باقي اسنان، فسوي لي مشكله ممكن انترفيرنس، ولا اذا كانت لارج انترفيرنس بالموبيليتي مالت التانك، بالسبيتش مالت البيشنت. زين ممكن اللي هي صار كلش انلارج، والميوكوزا اللي فوقها ثن ميوكوزا، فاقل ما ياكل البيشنت فتشي رف او ميكانيكال اريتيشن راسا تتعور تتاذى هذه الميوكوزا. زين عموما هو يفتحون الفلاب، وقلنا يخلون الطول مالته ابعد من المنطقة اللي اريد اني اشيلها، ما اخلي فيت ويا الحافة مالتها، واجيب البون فايل الانسترومنت اللي اريد اشيل بيها. وقبل ما ارجع ما اقفل الفايل الفلاب مالتي اللي فتحته اني، شو اسوي؟ امشي اصبعي على لينجوال بليت، على المكان اللي شلت من عنده البونز، هذا تشوفونه اللي هو هذا المكان، ارجع امشي اصابعي عليه اشوفه صار هاي المنطقة ناعمة، لو بعد بها فتشي اوفر يعني صار اكثر من اللازم، بعدين اخيطها وانتظر يصير عنده هيلينج كامل، يلا اسوي له دنتشر عليها. زين المكزيلر توراي هو التوراس مكزيل يعني توراس بلاتينوس، هذا يسوي لي المشكلة مالته شوية تكون أصعب، ويعني يصعب لي لأنه الدنشر نهائيا ما يرفع، إذا كانت التورا كبيرة ما ينفع أسوي له ألبس دنشر مالتي. زين هاي تعطيني فد مشكلة أساسية كبيرة بالأبر دنشر، صعب اسوي اذا خصوصا اذا كان المكزيلاري توراي كبير او ممتد بوستيريرلي، بحيث يمنعني انه اسوي البوستيرير بليتال سيل اريا مالت الدنشر. فهذه اسوي انسجن بالميدلاين فوق التورس اللي موجود واطوله اطول من عندها، بعدين اسوي اثنين هوريزنتالي او يعني ريليزنج فلاب او بليكلي ريليزنج انسجن، على مود الرفليكشن مالت الفلاب يكون اسهل. اذا كان المرات التورس هذا يكون عبارة عن فصوص مفصص لوبيوليتد اسمي، مو يعني فد دائرة واحدة بس، لا هيك فصوص هواي، هذا الاكسبوجر ما تفلان ما تفلا بيكون اصعب. زين فقلنا افتح الحافات مال التلفلاب، الاكسلنت ميثود فور كيبينج الفلاب اوبن حتى يظل مفتوح عندي واقدر اشتغل انا عندي. شو اسوي؟ اخيط حافات الفلاب، مو افتحها اسوي لها سوتشر يعني افتحها من مكانها، اخيط الحافات من اسوي لها ريفلكشن، حافه الفلانج اليمين واليسار اخيطهن على الكريست اوف ذا رج، فراح يظل الفلاب مفتوح عندي للابد. اقعد اجيب البون فايل والبيرات وهاي واشيل شو اسمه هذا التورس موجود الكليته اشيله وارتب المنطقه وازمها بايدي ماكو اي زياده، ارجع افتح السوتشر اللي انا مثبته بيه الفلاب مالتي على كريست اوف درج واخيطهن للميد لاين،
وين اخيطهم اثنيناتهم. اللي يقول لك اكو البلد سبلاي موجوده هواي بالبلد، فالمفروض الفلاب مالتي اني اشتغل بالسبري اوستيال اريا، ما يعني حتى ما اسوي انجري للبلد سيركوليشن الديزايربل. The desirable end point for the parietal vault to be smooth and conflict with no undercut or elevations. يعني شمد شلون اعرف اني الحد هذا اوقف لهاي المنطقة، اني بعد ما اشيل اكثر امشي اصبعي على الميوكوزا اشوف الارتفاع مالتها صار نفس الارتفاع مال باقي الميوكوزا على الجوانب، معناتها ها هي ماكو ما يحتاج اشيل بعد اكثر. اني من المشاكل الشائعة اللي صار عندي بالبلد لما أشيل بون إكزوستوسيس يصير عندي هيماتوما. زين، فحتى أخلص من هاي مشكلة الهيماتوما أو شلون أتعامل مع الهيماتوما، المكان اللي قصيت منه البون أضغطه، أسلط عليه ضغط حتى يمنع التشو ما يصير هيماتوما بهاي المنطقة. شلون أضغط أني ألبسه تمبراري دنتشر بيز أو السيرجيكال جايد مالتي نفس اللي استعملته بالسيرجري ألبسه إلى أبطنه بسوفت لاينر وألبس اللي هي، بس شرط انه يكون well fitted على الميوكوزا حتى يعطيني عليها فد ضغط مناسب ويمنع الاوفر جروث مارت الثانية والبرولابس بالمنطقة هذه. المفروض يبقى هذا لابسش كم يوم الى ان تخلص في الهيلينج بيريد، وممكن اقول له علمه خلال هذا اليوم انت ما تظل لابس 24 ساعة شيله من تريد تنظف، وعلمه شلون يعني ينظف الجرح مالته او يريد يمضمض او ممكن يشيله نقول له بس يرجع يلبسه بعدين. هاي بالصورة عندي أنا ماكسيلاري توراي وكبير، فتحنا الفلاب ماتي وسوي الاثنين أوبليك ريليزينج فلاب على مود سهولة الرفلكشن. خيطته بالكريست، شوفوا هاي من ناية قلت لكم خيطه بالكريست أوف درج، خيط واتصل بالكريست أوف درج يمين ويسار، فيظل المكان رفلكتد على طول مكشوف على طول. قصيت البون وكملت، بعدين اقص هاي الستوتشر اللي انا خليتها مال تثبيت وارجع اخيط الحافتين بالنص مثل ما تشوفونها هنا بعد ما شلت التورس بلت نص من هاي المنطقه. زين، عندي المايلوهايويد ريدكشن اللي هي وين مكانها اصلا صار المايلوهايويد ريج، صار باللينجول سايد مالت الماندبل، يصير بها اتاشمنت مالت المايلوهايويد مصر. من البيشنت تقلع اسنانه ويا القلع، بعد القلع الاكسترنال اوبريك ريج والالفيولر بون راح يصير به ريزوربشن، فالمايلو هايويد ريج تكون قريبه على الكريست اوف ذا ريج وتاثر على الانسيرشن اوف ذا دنتشر مالتي. فش اسوي بهاي الحاله؟ انطي انستيزيا حلوه بالمكان وافتح على المد كريستال انسجن بالمت مالت الكريست انتيرير للسايد مالت الرج اللي المفروض اني اشيلها، ويرجع بوستيرير اللي قبلها اكثر، يعني مثل ما اتفقنا نطول اكثر من المنطقة اللي اني اريد اشيل من عندها. البوستيرير اللي شوية اسوي بها ديفيشن، ما اخلي عدل على الكريست اوف درج لانه هنا أنا صار عندي اللينجوال نيرف داخل بهاي المنطقة، فحتى ما اسوي له انجري. الفلاب مالتي اسوي له اليفيشن، اطلع المايلو هايويد ريج، اجيب البير مالتي اقصها او قبلها اقص المصل اتاشمنت مالت المصل افصلها باي اسويها دايسكشن، وبعدين اني ارتب المنطقة المايلو هايويد ريج واكملها. زين، when completed the area can be copiously irrigated، اسويها irrigation مضبوط وارجع السوتر مالتي. اول ما كملت اني الدنش الفلاب كملته ورجعت خيطت، الافضل انه اذا البيشنت لابس دنشر اخلي عليه سوفت لايننج سوفت لاينر على مود اللينجوال فلانج يصير بها هيل مضبوطة، و تساعد لي همينة الروتيشن مالت الدنشر يكون افضل، ويساعد المايلو هايويد مصل يصير بيها دي اتاشمنت، يعني يصير بيها الاتاشمنت ترجع من جديد الهوية البون. زين، الصور هسه اللي راح نشوفها راح تسهل لنا الشرح كليته بالتفصيل.
اول شيء المويلو هاي يدرج هو هذا مكانها. زين افتح الفلاب، هذه المشكلة، افتح الفلاب، قلنا الفلاب بيكون على الميد كريست اوف درج، بس بوستيريرلي راح يصير بي ديفيشن، راح ابعد حتى ابعد عن اللينجوال نير. فتحت الفلاب ماتي، سويت له ريفلكشن، قصيت بالبير الزيادات اللي موجودة رتبة شكل الرج، ورجعت خياطة السوتشر مالتي. زين هاي هي شكل مايلو هايويد ريج، وهاي اللي يقول لك الميكوزا ان ذس ريجن از بورلي كيراتينايز اند برون تو تروما، لأتفه الأسباب اللي صار فوق المايلو هايويد ريج هي أصلا ثني ميوكوزا، وبسهولة يصير بها اريتيشن. نجي على جينيال تيوبركل، مكان الجينيال تيوبركل تصير بالماندبل بالأم، وين منطقة المكان التقاء تو هالف اوف ذا ماندبل، بس لينجوال من جهة التانج. لما البيشنت يكون يقلع الأسنان الانتيرير مالته يصير عنده ريزوبشن بالالفيولار بون بالرج، هاي شي نعرفه، هو مكانه صار يعني قريب تقريبا منتصف المسافة بعد عن الكريست اوف ذا ريج، لكن من شدة الريزوبشن راح يصير كلش قريب على الكريست اوف ذا ريج. زين احنا انا عندي منو الاتاشمنت يصير بي، عندي اثنين مصل، هو عبارة عن اربع فصوص طبعا جينيال تيوبركل، الاثنين الابار متصلة بها جينيوغلوساس مصل، والاثنين اللور جينيوهايويد مصل، فهو قريب على كريست اوف ذا ريج، فصعب جدا انه انا الدنشر مالتي البيشنت يلبسه، لذلك انا احتاج اسوي يعني السيرجيكال كوركشن واتدخل بالمنطقه حتى يقدر البيشنت يلبس دنشر. الصعوبه اللي عندي اللي راح تواجهني بهاي المرحله انه صار بين اثنين تشوز متحركات، اللي هو التانك من جهه واللبس من جهه ثانيه. زين فلازم اكون اني حاضره بواني اشتغل حتى ما اعور اي واحد من عندهم، ومن اخلص بعدين يعني اعدل البون وارتبه بالانسترومنت اوف يعني الليفل ما اعدله، اسوي الديزايرد ليفل يخدمني انه البيشنت يلبس الدنتشر بي، اسوي الريجيشن واسد المنطقه وارتبها الفلاب ماتي ارتبه. هذا الجينيال تيوبركل شوفوا هو وين مكان ماته موجود، وقلنا ينقل على الاسنان انتيرير يصير ريزوبشن، يصير قريب على كريست اوف درج، ما يقدر البيشن. شوفوا هنا أنا بهاي الصورة شلون صار قريب على الكريست اوف درج، ما عندي مكان البس بيه الدنشر، فتحته الفلاب مالتي، من اتفقنا الفلاب نفتحه من الكريست اوف درج وننزل الى بيوند الاريا تو بي ريموفد، ففتحناها هاي الكريست اوف درج، فتحناها نزلنا جوا جينيال تيوبركل، وهذا قاعد يعدل بيه حتى يرتبه ويشيل الزيادة من عنده. زين نجي هسه على هاي كانت كليتها بالبون، السيرجريز اللي انا مسويتها بالبون، اجي على البروسيجر اللي راح اسويها بالسوفت تيشوز. ومثل ما نعرف احنا لما يصير عندي لما نقلع الاسنان البون السبورت لها الالفيولار بون يصير بيه ريزوبشن، هذا البون مغطيته الميوكوزا، الميوكوزا راح يتاثر شكلها، الكونتور مالتها راح يتغير. اذا كان معدل البون ريزوبشن اسرع من اللازم الميوكوزا راح يصير كانما تنفصل عن البون، تصير بها موفبل تشو ديتاتشمنت. زين الكونتور مالتها مثل ما قلنا راح يتغير. ممكن البيشنت لابس دنتشر الفت الدنتشر، نسوي له ريكيرنت تروما على الميوكوزا، يصير بها اوفر جروث الهايبر بليجيا، يكبر حجمها. زين فهاي كل الاشياء تاثر على الفتنس والاستابلتي مالت الدنتشر، ولانه الميوكوزا الاورال ميوكوزا بصعوبه تتعوض اذا قصيتها اني، فلازم اني اكون حذره بالقص اذا ردت اقص شيء من الميوكوزا او اسوي بها سيرجري، حتى لانه مثل ما قلنا صعب انه ترجع من جديد. وشلون اضمن هذا الشيء اني خلال مرحله يعني التريتمنت بلان لازم اسوي الستدي مالتي على الكاست مضبوط واتاكد من عنده، يلا اجي اسوي السيرجري بالبيشنت ماوث. تريتمنت ويل يوجوالي ادرس ذا بوني ابنورماليتيز فيرست تو اتشيف نورمال بون هيلينج، اول شيء وين راح ابدي
أشوف الأبنورماليتيز اللي موجودة بالبون، اللي موجودة بالبون نفسه، وين أكوري أبنورماليتيز أبدي بيها هي، أروح التشو يعني أشوف إذا كان مغطيها التشو، يعني قلت تشو لا لو بيفد مشكلة هذا التشو. وفي حالة أنه أنا كنت مقررة أنه أخلي زرع لهذا البيشنت، فالأفضل أنه أسوي بون أوغمنتيشن، يعني شنو يعني أعدل شكل الرج، أضيف عليها بون كأن يكون بون جرافت أو ارتفيشال بون. زين، بهاي الحالة يعني إذا كان عندي ريدودنت سوفت تشو، يعني احنا قلنا صار ريزوربشن بالبون وبقت الميوكوزا صار بيها كأنما تشو زايد، تشو متذرذب، فما قصها بهاي الحالة، لأنه أني أثناء الأوغمنتيشن زادت ارتفاع الرج، فتحت فلاب وزادت ارتفاع البون، أريد أرجع الفلاب مالتي من أرجع أخيطه ما راح يرجع يتخيط مضبوط، راح أظل أكو فتحة. بس إذا أنا كان عندي أكو نسيج متذرذب هيجي وطويل وحافظت عليه من أرض أف أسوي ريفلكشن أرجع الفلاب الأصلي، راح أقدر أغطي تغطية زينة وأخيط عليها بمكانها. لكن إذا هذه الزيادة بال يعني إذا كانت الزيادة نتيجة بون ريزوربشن والميوكوزا صايرة بها زيادة زين أو مفصولة عن البون، لكن إذا كانت هذه الزيادة نتيجة مشكل يعني نتيجة مرض أو الروتيشن مثل عندي يعني هاي بريبليجيا وشي، فهذه لا هذه ما يصير أخليها حتى وأرجع أغطي بها الفلاب وخيطها، لا هذه لازم رأسا تنشال، بالإضافة إلى أنه بعد ما تنشال نوديها هيستوباثولوجي يفحصونها نشوف شنو هي هذه وشنو اللي بيها. عندي مكزيلري سوفت تشو تيوبروستي ريدكشن، التيوبروستي مكزيلري تيوبروستي قلنا من ساعة مرات البون يصير بيه اللارجمنت، مرات السوفت تشو، مرات اثنيناتهم. فإذا كانت المشكلة عندي بالسوفت تشو، المشكلة اللي راح تصير عندي من الانلارجمنت مثل ما ذكرناها قبل شوية انه راح يأثر لي على الانتر ارش سبيس، ما عندي انتر ارش ديستانس حتى اخلي بيها الاسنان، فلازم اني اقصه. قبل ما اقص لازم اعرف المشكلة بالسوفت تشو او بالهارد تشو، وذكرنا قبل شوية شلون اعرف المشكلة، بواسطة اخذ بانوراميك اكس راي واتبع الشدو مالت البون واعرف الثكنس مالت الميوكوزا واعرف البعد مال المكزيلاري ساينس. اذا ما عندي اني البانوراما اقدر انطي انستيزيا المنطقة وادخل النيدل مالت انستيزيا بالسوفت تشو واقيس المسافة، اقيس الثكنس مالت السوفت تشو حتى اقدر يعني احط بالخطة بالتريتمنت بلان مالتي ايش قد راح اقص من عندها. استعمل الليبتيكال انسجن واخلي يعني المنطقة الوسطانية مالت على اغلب على المنطقة الاساسية اللي اريد اقصها اني من عنده، أقص وأكمل وأرجع أخيط المنطقة. Once the excess tissue has been removed and there is uniform thickness of mucosa, digital pressure will approximate البكال and palatal flap margin to evaluate أو to evaluate the amount of vertical reduction has been accomplished. يعني ورا ما خلصت إيش راح أسوي أني؟ قصيت البون شلت من عنده، أجر السوفت تشو أجرهن بكالي وبليتالي بإيدي، أقربهن واحد على الأخ، أشوف كمية التشو اللي راح أخيطها بالنصف فوق الكريست حتى أشوف، حتى يعني أصير عندي فكرة على كمية البون اللي أنا قصيتها. وطبعا أنا قبل ما أخيط الفلاب أسوي التيست مالتي، أشوف الانتر ارش سبيس صار عندي كافي أخلي بدنشر لو مو كافي، شلون أقيسه بواسطة الفينجر، أدخل أصابعي بين الأبر واللور ارش أشوف إيش قد عنده الانتر ارش سبيس، إذا عندي فد شي حلو أخيط السوتشر مالتي، وإذا شفت لا ما عندي انتر ارش حلو أقدر أشيل بعد أكثر من عنده. زين، عندي بعد ماكسيلاري ليبيال فرينكتوم اللي هي ليبيال فرينوم، الليبيال فريم هي thin band of fibrous tissue أو muscle covered with a mucosa extend from the lip or cheek and attached to either to the periosteum of the side or crest of the alveolar ridge. هي يعني هي الباند اوف يعني fibrous tissue، حزمة من الألياف طالعة منين؟ من الميوكوزا اللي تغطي للتانك ورايح الاتصال مالتها على الاتاش ميوكوزا اللي بين السنترال انسايزر ممكن توصل لكريست اوف ذا ريدج.
وجود ال الميديال او الليبل فرينا والاتاشمنت مالتها كلش لو وقريبة على الكريست اوف ذا ريدج يسبب لي مشكلة. اذا هو عنده الاسنان، البيشنت عنده اسنان، فكل اللي راح اسويه انه هي دايستمي بين الاسنان. اذا كانت الاتاشمنت مالتها كلش لو بحيث رايحة بوستيريور للانسيسيف بابل صار بيه اتاشمنت، فكل اللي راح اسويه انه دايستمي بين الاسنان. لكنه اذا كومبليت بيشنت وصارت عندي الفرينال قريبة على الاتاشمنت مالتها قريبة على كريست اوف ريدج، هذا راح يسوي عندي مشكلة بالريتينشن مالت الدنشر والسبورت والاستابلتي وبكل شيء. اسهل طريقة انه واحد يقدر يشيل بيها فرينوم ننطي انفلتريشن انستيزيا اول اراوند داير مدايرها، نرشرش انستيزيا وبعدين نستعمل الهيموستات. زين ذا with the curved side against the tissue over the superior aspect of the frenum. الجزء الكيرفد مالته يكون على التشو فوق الفرينم من الجهة العلوية من الفرينم. زين وبعدين الأجنو بعدين أجي للإنفيرير أسبكت ونفس الطريقة اللي سويتها على الأبر على الهيموستات تخلي على اللور الكيرفتشر مالته على الرج وأجيب البليدة مالتي أقص فوقها وجواها. خلينا نشوفها بالصور تكون أسهل إلكم. هذه هي ليبيال فرينوم لزمتها بالهيموستات، طبعا طيت انستيزي دار مدايرها لزمتها بالهيموستات وقصيت، لزمتها من بالهيموستات وقصيت. في حال انه الاتاشمنت مالتها جاية على السوفت تيشو يعني قصيتها وخيطتها، طبعا الستوتشر المكان الخياط مالتي راح يصير على شكل دايموند شيب، خيطتها حتى يصير بها حتى يعني على مود الهيلينج وعلى مود لا ترجع من جديد. في حال انه الاتاتشمنت مالتها صار كلش لو للفرينم نازله من اللب على الاتاتش ميوكوزا يعني على بين الاسنان مسويته دايستما، لما اقصها منها من بين الاسنان ما اخيطها، اخلي المنطقه مفتوحه انتظر يصير بها جرانوليشن ويصير بها هيلينج وحدها، بس الجزء اللي فوق هو اللي راح اخيطه اني. زين عندي بعد اكسجين اوف ريدودنت او هايبر موبايل تشو اوفرلاينج التيوبروسيتيز، تقريبا نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه. دائما يصير عندي هاي المشكله لما اكو الفت الدنشر يصير بها اوفر جروث بالمنطقه او يعني فيصير عندي الهايبر موبايل تشو، مرات يصير عندي بالريج ريزوربشن او بالناحيه يعني سببين. حدث المشكلة أنا وين أسوي اثنين parallel incision على البكال والنينج والبليتر أسبكت أو هذا تشو، المكان اللي هذا اللي أنا أريد أشيله يكون بمنتصف هذول التو parallel surfaces، القطعة اللي أقطعها من البون أوخرها والنوب أخلي عليها digital pressure بأصبعي أضغط عليها وأشوف الحافات مات البون قاعدة مات التشو سوري تلتم عليها يصير كلوجر أو لا، النوب أسوي لها irrigation أنظف المنطقة وأسوي لها إغلاق مبدئي. زين يقول لك لازم أنت لما تبدي الشيل تقص بها الكير must be taken to avoid significant undermining of the buccal and facial aspect of the flap and loss of vestibular depth when closing the wound. يعني أنت ما تسوي ما تدخل بالدبث كلش مع البكال والفلانج اسبكت مع البكال والليبيال فلانج والفاشيال اسبكت، ما داخل كلش بيدي بداخل شلو، فالفيستيبولر ديبث بعدين ايش راح يكون عندك الديبث مالته قليل. اذا عندي الانفلاماتوري فايبرس هايبربليجيا او يسمونها الابيولس في الشراتم، راحت اللي هي هذه اي هذه اللي هي اسميها الابيولاس في الشراتم. الانفلاماتوري فايبروس هايبربليجيا هو جنرالايز هايبر بلاستيك انلارجمنت اوف ميوكوزا اند فايبروس تيشو ان ذا الفيولار ريدج اند فيستيبولار اريا، يعني منطقه معينه منطقه كامله يصير بها انلارجمنت
زين، سواء كانت بالالفيولار ريج او بالفيستيبيول. السبب مالتها زين يقول لك هي جايتك من كرونيك تروما الفت الدنشر، هو يسوي لي هاي المشكله. انفلاماتوري فايبرس هايبربليجيا بروجرس ان ستيج، تتطور شوي شوي، ما تطلع بيوم ويوم وليله وتطلع هيك كبيره، تتطور شوية تكبر شوية شوية. الحل لها سيرجيكال بروسيجر، هي تصير عندي يعني نيد حاجتي لأنه سيرجري وأوخرها حسب الستيج اللي واصلة بيها. كل ما واصلة ستيج متقدم أكثر، كل ما تكون السيرجري أرجنت أكثر. For those lesion in the early stage، اللي بعدهم استوهم بالبداية مرحلة أنه ده يصير بيها الهايبربليجيا، فهاي فايبروسيس يكون قليل صاير بيها، يعني there is no significance degree of fibrosis involved. فالحل بهاي الحالة non surgical method تكون effective، بس كل ما تطورت الحالة لمراحل متقدمة أكثر، لذاك الوقت أني لازم تكون السيرجري أو الإكسجين مات الهايبربلاستيك ماس هو ال of choice. هذا هو الإبيلوس في شراتم ألفت الدنشر، وكأنما صايرة رج ثانية بصف الرج مالته، وهاي الصورة هنا بعد ما قصوها. هواية عندنا تريتمنت اوبشنز موجودة عندي متاحة. نوع السيرجري اللي راح اسويها تعتمد على حجم الهايبربلاستيك ماس او الابيلاس في الشراتم. اذا كان حجمها صغير هذه بالكترو سيرجري بالليزر زين، واقصها وسريعة وطريقة الطين كلش حلوة، نتيجة كلش حلوة. لكن اذا كان حجمها اكبر وممتد على مسافة اطول، فهاي لازم انا اسوي لها سيرجيكال ريموفر، اجيب الفورسبس مالتي احاول الزمها كلها وابعدها عن التشوز، وبعدين اقص فوقها او جواها واخيطهن الحافات اللي مالت الانسجن. بس القطع مالتي لازم يكون مو خلال بريوستيوم. قلنا اسوتشرها اسوي لها سوتشر بمكانها ويا الدبث اوف ذا فيستيبيول، حتى امنع نسميها الكريبنج، حتى التش مالت الفيستيبيول ما يزحف عليها ويصير هيلينج بمكان الاتاشمنت ماله لور بوزيشن، يعني يقل لي الدبث مالت الفيستيبيول. لا، انا اريده يصير بي هيلينج ويا الفول دبث اوف ذا فيستيبيول. زين، الافضل انه اخلي يعني سوفت لاينر بالتشو بالدنشر مالتي. الافضل انه نجيب السيرجيكال ستنت مالتي اسوي الفلانجز مالته واصله للفول ديبث حتى يحافظ لي على التشو بمكانه، يمنع انه يكون عندي الهيلينج مال سكندري انتنشن، يعني الهيلينج اللي يرجع الهيلينج البون يصير بي هيلينج والجزء اللي قطعته يرجع يصير بي اتاتشمنت من جديد. وهذا الستنت السيرجيكال ستنت اخليه بيها همينه السوفت لاينر، والبيشنت تقول له ما تنزعها، هذا البروسيسز مالتك سواء الدنشر او ستنت تظل لابسها خلال الهيلينج بيريد الى ان يصير عندي كومبليت هيلينج، حتى ما يصير عندي ما يرجع يصير السكندري انتنشن اللي قلنا عليه. نقول له بس تنزعه انت، حتى مثلا تريد ماوث ووش او تريد يعني تغسل يعني رينزنج للاورال كافيتي، بعدين ترجع تلبس الابلاينس مالتك الى حد ما يصير عندي الابيثلايزيشن يكبر اللي هو سكندري ابثيلايزيشن تقريبا 4 إلى 6 أسابيع، وراها يقدر ينزعه ويستمر عادي، يعني ما أخاف إنه يصير عندي وراها سكندري انتنشن. زين، آخر شيء عندي الانفلاماتوري بابيلاري هايبربليجيا اللي يصير عندي أكثر شيء وين بالبلت. هي الكونديشن افكتينج البليتال ميوكوزا thought to cause by ill-fitted processes, poor hygiene or fungal infection and the associated inflammation. أصير عندي وين دائما بكل الناس؟ لا، أصير عندي بس باللي هو poor oral hygiene مجر، يصير عندي بالبيشنت اللي يلبس اللي عنده ill-fitted denture ويظل يلبسه فيساوي لي irritation بهاي المنطقة. أصير بالبيشنت اللي هو يلبس الدنشر مالته 24 ساعة ما ينزعه أثناء النوم. زين، الكلينيكال بريزنتيشن ابير از مالتيبل نوديول، هاي النوديولز صغيره عددها هوايه طالعه من البليتال سيرفيس، مرات يصير بي اريثيميا،
ومرات يعني نفس الشكل البلت ما يتغير شكلها، بس مجرد اللون مالتها ما يصير ما بأي تغيير، بس مجرد انه تطلع بمنتصف البلت مثل هذه عندنا بالصورة. وهذه طريقة الإزالة مالتها سيرجيكال ريموفر، شلون يوخرون أكثر شيء احنا الإزالة مالتها، لأنه هي نوديوس صغيرة فيشيلونها بالليزر. الإيرلي تريتمنت كونسيست أوف بروسيسز أدجستمنت، يعني أشيل السبب اللي سوالي هذه المشكلة، أروح للدنشر مالتي أشيل المشكلة من عنده، أخلي فتشو كونديشنر، وأعلم البيشنت الأورال هايجين الصحيح، أزعق بالليل لا ظل لابسة دائما حتى ما يصير عنده فنجر انفكشن وهاي المشاكل. وبما انه هي هذه البابلر هايبربليجيا هي فت سوبرفيشال انفلاميشن يعني انفلاماتوري ديس اوردر، فماكو داعي اني اشيل في الثيكنس هواية من الميوكوزا، لا اشيل بس السوبرفيشال لاير من البليتال سيرفس. فالبريوستومي يبقى انتاكت ما ينشال، يبقى البون كفرد. وبعدين راح يصير بيه هيلينج سكندري ابتلايزيشن، ويصير بيه هيلينج. ممكن اني استعمل بليده شارب بالبليده او بالليزر الكترو سيرجري لوب اشيلها، اشيل السوبرفيشال لاير بس، او ممكن البير حتى بالبير او الكرايوثيرابي كلهن اشيل بهن هذني النوديولز الطلعات فوق الميوكوزا، راح يصير عندي سطح مكشوف من الميوكوزا حتى امنع الانفلاميشن واقلل البين اللي يصير عند البيشنت. اقول له لا اما اسوي له ستنت، او اذا هو عنده دنشر ابطل هي بتشو كونديشنر حتى مريح اكثر له، ويظل يلبسه منا تقريبا 4 إلى 6 أسابيع الى ان يكمل عنده الابيثلايزيشن ويصير عنده كومفورت للبيشنت وتنتهي مشكلة البابلاري هايبربليجيا. بس لازم اكون اني معالجة السبب والمشكلة الموجودة بالدنشر واللي ادت الى انه يصير عنده البابلاري هايبربليجيا.